السلام عليكم، يعطيكم العافية. رجعنا معكم إن شاء الله في بداية الشابتر الثاني. سميع أميرة اسألني عن الكيمياء. الشابتر الثاني بعنوان أتومز موليكول أند أيونز، الذرات الجزيئات الأيونات. طبعا زي ما اتفقنا إنه المكون الأساسي للمادة اللي هو الذرة، الوحدة الأساسية البنائية للمادة الذرة. طبعا شوي حنتعرف إن شاء الله على الموليكول والأيونات وشو كل وحدة مفهومهم منها. ماشي، في البداية الذرة زي ما أخذنا سابقا في صفوف سابقة هي عبارة عن جسيم صغير يدعى النواة وفراغ كبير حواليه، مدارات حواليه الإلكترون. طبعا النواة تحتوي على جسيمين، البروتونات والنيوترونات. البروتونات دائما شحنتها موجبة، جسيم شحنته موجبة، نيوترون جسيم شحنته متعادلة، بحكي موجب سالب أو بحكي صفر. أما الإلكترونات موجودة بالفراغ اللي حوالين النواة. نرجع لأي ذرة في عنا عددين أساسيين، أتوميك نمبر أند ماس نمبر. الأتوميك نمبر يقول لي نمبر أوف ذا بروتون إن نيوكلس، عدد البروتونات في النواة. إذا العدد الذري لو الأتوميك نمبر نفس عدد البروتونات. نيجي على الماس نمبر، الماس نمبر هو عدد البروتونات زائد النيوترونات. إذا بشكل منطقي دائما الماس نمبر أكبر من الأتوميك نمبر إلا في حالات استثنائية. طيب أمامنا ذرة الهيليوم كمثال توضيحي، موجود إلها الأتوميك نمبر اللي هو عدد البروتونات في النواة، موجود عندي تحت بالأسفل عدد الماس نمبر، عدد البروتونات زائد النيوترونات. الاختصار طبعا البروتونات موجب لأنها جسيم موجب الشحنة، نيوترونات صفر أو موجب سالب متعادل الشحنة، الإلكترونات حوالين النواة بالفراغ اللي حوالين النواة سالبة الشحنة. طبعا الالكترونات هي الجسيم اللي بينتقل من ذرة إلى أخرى عن طريق الكسب أو الفقد، أما البروتونات النيوترونات موجودين داخل النواة. تمام، نيجي على مصطلح بسيط ومهم جدا، النيوترال أتومز، الذرة المتعادلة. طبعا في الذرة المتعادلة عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات. طب شو معنى ذرة متعادلة؟ معناها لا تحمل شحنة لا موجبة ولا سالبة. يعني لما أشوف ذرة ما عليها أي شحنة بعرف انه هاي الذرة متعادلة، عدد البروتونات فيها يساوي عدد الالكترونات. كم عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات. نيجي على مصطلح مهم كثير، الايزوتوبس، كثير بيسألوا عنه في الامتحانات. طبعا النظائر ذرات نفسها تمتلك نفس العدد الذري لكن تختلف في عدد الكتلي. طبعا بسبب اختلاف النيوترونات، حكينا انه العدد الكتلي عدد البروتونات زي النيوترونات، الذري البروتونات. بما انه الذري اللي هو البروتونات متساوي، اذا مين المختلف؟ اللي هو النيوترونات. ممكن يجيب لي اياها كتعريف. Atoms that have the same atomic number but different mass number بسبب اختلاف النيوترونات. Number of the neutron. ماشي، نتفرج على نظائر الهيدروجين H1 1 1، كلهم نفس العدد الذري الاتوميك نمبر لكن يختلفون في العدد الكتلي 1 2 3. نستنتج انه هنا عدد النيوترونات 0، هون عدد النيوترونات 1 لان 1 زائد 1 2، هون عدد النيوترونات 2، 2 زائد 1 3. نيجي على الكربون، العدد الذري 6 6 لكن عدد الكتلي 12 13 بسبب اختلاف النيوترونات. هون النيوترونات 6 نفس عدد البروتونات، هون النيوترونات 7. نيجي على اليورانيوم، أشهر الأمثلة على النظائر، عندي يورانيوم 92 92 لكن يختلفون في العدد الكتلي 235 235 و238 طيب نيجي على أسئلة كثير بتيجي في الامتحانات، How many proton and neutron electron are in the following atoms؟ بعطيني مجموعة من الذرات وبيحكي لي احسب عدد البروتونات أو النيوترونات أو الإلكترونات أو الثلاث حالات أو الثلاث مطلوبات فيها، آسف ثلاث جسيمات. طبعا حندرك الأسئلة اللي هون، حنيجي على أسئلة أنا وضعتها لكم. ماشي، نيجي على السؤال الأول، بيقول لي عندي الكبر، ذرة الكبر عددها الذري. طبعا بيسألني طالب ممكن أنا ما أعرف مين الذري ومين الكتلي، طبعا إما بكون عندي جدول دوري أو منطقيا زي ما حكينا 99% إلا في حالات شاذة دائما عدد العدد الذري بيكون أقل من العدد الكتلي. مباشرة بحكي بروتون نيوترون إلكترون، البروتونات نفس العدد الذري 29، اما النيوترونات هو العدد الكتلي ناقص العدد الذري، لانه اتفقنا انه الكتله العدد الكتلي يساوي بروتونات زي النيوترونات. طب انا اعطاني الكتلي وبدي نيوترونات، مباشره بحكي الماس نمبر ناقص اتوميك نمبر
64 ناقص 29 وبجد الناتج اللي هو عدد النيوترونات. أما الإلكترونات بحكي بما إنها ذرة متعادلة أي لا تحمل شحنة، إذا عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات، إذا الإلكترونات يساوي 29 إلكترون. نيجي على العنصر اللي بعدي AU، طبعا بما إنه يحمل شحنة بدي أنتبه، بحط بروتون نيوترون إلكترون، دائما تعود على الحل. ها ماشي، البروتونات مباشرة العدد الذري 79 بروتون، نيجي على النيوترونات العدد الكتلي ناقص الذري 197 ناقص 79، بجد الناتج. طبعا معي كالكوليتر، اتفقنا انه دائما تكون معك الكالكوليتر حتى في الامتحان، طبعا لا تنساها اطلاقا. نجعل الالكترونات بما انه موجب، معنى الموجب انه فقد الكترون، بدي انتبه الموجب معناه فقد الكترون، موجب 2 فقد الكترونين، موجب 3 فقد 3 الكترونات وهكذا. اما السالب معناه اكتسب الكترونات، لانه شحنة الالكترون سالب تكسب اي جسم بيكسبها شحنة سالبة، واي جسم بيفقدها شحنه موجبه. اذا مباشره بحكي 79 بما انه فقد الكترون، بحكي 79 ناقص 1 ويساوي 78. نيجي على الحاله الثالثه، عندي البروم عدد الذري مباشره بروتون نيوترون الكترون، البروتونات مباشره العدد الذري 35، نيجي على النيوترونات العدد الكتلي ناقص الذري 80 ناقص 35 وبجد الناتج. نجعل الالكترونات بما انها حامله شحنه سالبه زي ما اتفقنا، اذا اكتسبت الكترونات. طب كم هاي الالكترونات بما انها سالب؟ اذا سالب واحد، دائما واحد ما بكتبه في الكيمياء، مثل واحد س بالرياضيات معروف انها مضروبه في واحد، اذا هنا ايش بحكي؟ 35 زائد الكترون ويساوي 36 الكترون. ونحن نقدر ان شاء الله نحسب عدد البروتونات او النيوترونات او الالكترونات لاي ذره، سواء كانت متعادله او تحمل شحنه موجبه او تحمل شحنه سالبه. طب نيجي ل عنوان مهم جدا جدا، تسمية الالكترونات نيمينج كومباوند. كثير طلاب بيخافوا منه لكن الموضوع كثير بسيط وسهل. طبعا قبل ما اسمي المركب لازم اكون عارف المركب، انواع المركبات، او قبل ما اعرف انواع المركبات لازم اعرف كم شغلة. اول اشي عناصر الطبيعة تقسم الى مجموعة من الاقسام، عندي عناصر فلزية، عناصر لا فلزية، عناصر شبه فلزية. طبعا باختصار العناصر الفلزية تمتاز، طبعا ممكن يجيبوها ستيتمنت، العناصر الفلزية تمتاز بناموسها للكهرباء والحرارة، ام قابل للتشكيل يعني قابل للطرق، بقدر اشكلها بايدي بسهولة او باستخدام ادوات بسيطة. غالبا بالحالة الصلبة تميل دائما لفقد الالكترونات، تميل دائما لفقد الالكترونات، شحنتها موجبه، اتفقنا انه الفقد دائما الشحنه موجبه، طبعا غالبا متواجده في المجموعه الاولى والثانيه، وفي من الثالثه عناصر فلزيه مثل الصوديوم، الليثيوم، البريليوم، المغنيسيوم. طبعا في عندي عناصر فلزيه ثابته الشحنه، وفي عندي عناصر متغير الشحنه بنسميها انتقاليه، رح نتعرف عليها ان شاء الله خلال هذا الفصل، وكيف بدي اسميها. النوع الثاني عناصر لا فلزيه، طبعا من سماتها او ميزاتها انها غير موصله للكهرباء والحراره، توجد في الحاله في الحالات الثلاث سواء كان صلبه او سائله او غازيه. طبعا سائل زي الزئبق ثلاثه، اسف مو زي الزئبق، طبعا تميل لكسب الالكترونات، شحنتها سالبه، موجوده في المجموعه الخامسه السادسه السابعه. طبعا سائل زي البروم، زي الكلور، زي الفلور. نيجي على الحالة الثالثة اللي هي قل ما نستخدمها، أشباه فلزية، طبعا موجودة في المجموعة الرابعة ومنتصف الخامسة، تجمع بين الخواص ومنتصف السادسة، هي على شكل درج في الجدول الدوري، تجمع بين الخواص الفلزية واللا فلزية مثل البورون، السيليكون، الأرسنك. طبعا عندنا هون في الكتاب موجود الجدول الدوري، بكون شكل أفضل إذا إيش شفناهم في الجدول الدوري. طبعا جميع الأخضر أمامي هي عناصر فلزية، المجموعة الأولى، الثانية، طبعا هيدروجين موجود في المجموعة الأولى لأنه عدد الذري واحد، لكن هو عنصر لا فلزي، معلومة جدا مهمة. نيجي على المجموعة الثالثة هنلاقي فيها البورون شبه فلزي، طبعا السكني كله كامل شبه فلزي على شكل درج، أما الكربون، النيتروجين، الفسفور، الأكسجين، السيليكون اللي هو بالأزرق كلياتها عبارة عن نن ميتال، لا فلزية. طبعا جدول دوري كثير مهم، غالبا بيجيبوه الدكاترة في الامتحانات، لكن الأفضل أكون حافظ
أول عنصرين من كل مجموعة. مثلا المجموعة الأولى هيدروجين ليثيوم صوديوم، الثانية بيريليوم مغنيسيوم. ما راح أخسر إشي لو حفظنا أول عنصرين من كل مجموعة. إذا هيك إحنا naming compound عرفنا أساس العناصر. في عنا كمان إشي مهم جدا، الموليكول، الجزيئات. حكينا في البداية الذرة هي وحدة البنائية الأساسية للمادة، أما الموليكول حكيت لكم رح نتعرف عليه خلال الفصل. الموليكول أكثر من ذرة. طبعا عندي داي أتوميك وفي عندي بولي أتوميك. داي من كلمة داي ثنائي، ذرتان فقط حتى لو اختلفوا H2 I2 HF بسميه داي أتوميك موليكول. طبعا هاي نادر ما يجيبوها لكن من باب المعرفة. وفي عندي بولي معناه متعدد، بولي أتوميك موليكول أكثر من ذرتين CO2 H2. طبعا لو كان في تشابه، لكن بما انه في اكثر من ذرتين، يعني ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين بجمعهم ثلاث ذرات، بما انهم اكثر من ذرتين اذا بحكي بولي اتوميك موليكول H3PO4. تمام. في عندنا كمان معلومة مهمة جدا انواع المركبات حسب، او تسمية المركبات حسب نوع المركب. عندنا مركبات ايونية، مركبات تساهمية، وفي عنا تسمية حموض وقواعد. بخصوص المركبات الأيونية، معنى مركب أيوني إنه متكون من فلز زائد لا فلز. معلومة كثير مهمة لازم نتعرف عليها. هسا طبعا بما إنه حكينا عن الفلزات واللا فلزات، طبعا الفلز حكينا دائما إنه ينشحن بشحنة موجبة واللا فلز بشحنة سالبة. إذا دائما المركب الأيوني موجب وسالب، ميتال ونن ميتال. حتى اجي اسمي دائما ببدا في الميتال الفلز، واللا فلز بتبع بي اي دي اي ان اي سي ال. بما انه فلز موجب سالب ببدا بالفلز صوديوم، والكلور لا فلز كلور بضيف عليها اي دي اي صوديوم كلورايد. طيب بيسال طالب انا كيف بدي اعرف المجموعات كام مره؟ غالبا بكون معك الجدول الدوري في الامتحان. حكينا انه بالرجوع للجدول الدوري بلاقي انه المجموعة الاولى الثانية غالب الثالثة عبارة عن فلزات. هاي ايش بها فلزات؟ هاي لا فلزات. بما انه اعطاني عنصر من المجموعة الاولى مع عنصر او عنصر من المجموعة الثانية او الثالثة مع خامسة سادسة سابعة، اذا مباشرة بحكي هذا ايش؟ مركب ايوني. اذا الفلز زائد اللا فلز بتبعه بي اي دي اي، تسمية كثير بسيطة بدون اضافة اي ارقام يونانية، بدون اضافة اي مونو دايتراي تترا اطلاقا ما بضيفهم. الفلز كما هو واللا فلز، مثلا الصوديوم مع الكلور صوديوم كلورايد، البوتاسيوم مع الفلور بوتاسيوم فلورايد، الكالسيوم مع السلفر كالسيوم سلفايد، الكالسيوم مع الاكسجين كالسيوم اوكسايد، سترونشيوم مع النيتروجين سترونشيوم نيترايد. إذا الموضوع كثير بسيط، بما أنه مجموعة أولى ثانية ثالثة إذا فلز، مع مجموعة خامسة سادسة سابعة لا فلز، الفلز كما هو ولا فلز اي دي اي. طيب تمام. النوع الثاني مركب تساهمي، مركب تساهمي ونكر كومباوند. طبعا مركب تساهمي لا فلز زائد لا فلز، يعني المجموعة الخامسة والسادسة والسابعة مع بعض. هون بيلزمنا أعد الذرات، لازم أعد الذرات. طبعا في عندنا هون جدول مهم جدا بستخدمه في تصمية المركبات التساهمية. مونو واحد، داي اثنين، يعني إذا كان عدد الذرات في المركب التساهمي لأي ذرة اثنين لازم أتبعه بداي، إذا كانت ثلاثة لازم أتبعه بتراي، أربعة تترا، وهكذا. إن هذا المربع عبارة عن حفظ حتى أسمي المركب التساهمي. بس في ملاحظة بسيطة، إذا كان المركب الأول فقط ذرة واحدة ما نحط مونو إطلاقا. نيجي على الأمثلة الموجودة، عندي N2O4 بما أنه مجموعة خامسة النيتروجين والأكسجين مجموعة سادسة، إذا مركب تساهمي لا فلز زائد لا فلز، باجي بعدة ذرات ثنتين نيتروجين وبدأ أكون حافظ أنه اثنين داي وأربعة تترا. إذا تسميته كالتالي، داي نيتروجين تترا أوكسايد. لو كانت النيتروجين واحد ما بحط مونو، هي حالة شاذة. إذا كان العنصر الأول أو الذرة الأولى ذرة واحدة ما بحط مونو، لكن إذا كانت الثانية واحد لا لازم أحط مونو. يعني لو كانت مثلا N3O، مع أنه ممكن ما يكون موجود في الطبيعة لكن من باب التسمية، نيتروجين ثلاثة بحكي تراي نيتروجين،
مونو اوكسيد، لكن NO3 طبعا له اسم اذا كان مركب ايوني حنيجي لقدام، لكن بما انه بدي اعتبره تساهم بدي اسميه، بحكي نيتروجين ما بحكي مونو، بحكي نيتروجين مباشره تراي اوكسيد. اذا اتفقنا الملاحظه انه اذا كان مركب تساهمي وكانت الذره الاولى عباره عن ذره واحده فقط ما بحط لها تسميه للرقم. هاي كثير سهله والطلاب بيشوفوها من اكثر التسميات السهله. نيجي هون على مثال كمان SO3 مباشره بحكي سلفر تراي اوكسايد، طبعا لازم اتبعه باي دي اي، دائما جميع التسميات نتبعها باي دي اي. طب بيسأل طالب ايش هذا الكلام الموجود هون؟ طبعا انواع المركبات الفلزية نوعين زي ما حكينا، ثابت الشحنة مجموعة أولى ثانية ثالثة، وفي عندي عناصر بسميها العناصر الانتقالية اللي هي الموجودة بمنتصف الجدول الدوري، لو طلعنا الجدول الدوري حلاقي هون عندنا عناصر بالمنتصف اسمها عناصر انتقالية. طبعا ليش سموها عناصر انتقالية؟ لأنه شحناتها مختلفة إلى أكثر من شحنة، مثلا نيجي على الحديد Fe عدد الذرة 26 حنلاقي له Fe موجب 2 Fe موجب 3، نيجي على النيكل حنلاقي موجب 2 موجب 3 موجب 4، نيجي على المنغنيز حنلاقي موجب 1 موجب 2 موجب 3 موجب 4 موجب 7. إذا عنصر انتقالي لأنه أكثر من شحنة، بما إنه أكثر من شحنة لازم أحدد شحنته. بيسألني طالب طب أنا كيف بدي أحدد شحنته؟ إذا بدي أحدد شحنته عن طريق الذرة اللي بجنبه كالتالي، عندنا Cu2O، نيجي Cu2O طبعا بدي اكون حافظ انه المجموعه الاولى انا كاتب لكم اياها هون، المجموعه الاولى شحنتها موجب واحد، الثانيه موجب اثنين، طبعا لقدام راح تاخذ انه ليش موجب واحد؟ لانها لديها القدره او لديها القدره على انها ايش؟ تستغني عن الكترون، اذا موجب واحد، اما المجموعه الثانيه موجب اثنين لانه لديها القدره على انها تستغني عن اثنين الكترون، وهكذا. المجموعه الخامسه سالب ثلاث زي النيتروجين، بيحب يكسب او له القدره على كسب ثلاث الكترونات حتى يملا مداره الاخير يصير مستقر، هاي حتعرف عليها ان شاء الله بالشابتر الثامن. اذا لازم اكون انا حافظ المجموعه الاولى موجب واحد الى اخره الشحنات اللي هون. نيجي بسال نفسي الاكسجين شحنته معلومه، الكبر شحنته مجهوله، لازم احدد الشحنه بما انه عنصر انتقالي لازم احدد الشحنه. طب بيسال طالب انا كيف بعرف انه عنصر انتقالي؟ زي ما حكينا موجودين في نصف الجدول الدوري، بما انه معانا في الامتحان جدول دوري هي عرفنا، او انا بفضل انه الطالب يحفظ مجموعه من العناصر الانتقاليه اللي دائما بتيجي، ومن اكثر امثله كروم منغنيز الحديد فرك او فرس الكوبالت النيكل الكبر الزنك ال اتش جي، يعني هي معظم او اي يو واي جي معظم العناصر اللي بتيجي، يعني انتم حاولوا احفظوا، غالبا متردد في اسئله السنوات. ماشي، بسال نفسي السؤال الاتي، ان الاكسجين ايش شحنته؟ بما انه مجموعه سادسه اذا سالب 2. طبعا حتى سهل عليكم، الخامسه بدها 3 حتى تصير 8، اذا سالب 3، السادسه بدها 2 حتى تصير 8 مستقره، يعني 8 الكترونات معناها مدارها الاخير مستقر، اذا 2، السابعه سالب 1 لانه بدها الكترون عشان تصير مستقره. إذا هيك المشاهد عليكم تحفظوا شحنات بسميها ايش؟ شحنة التكافؤ، بما انه الاكسجين مجموعة سادسة إذا سالب 2، يعني بحط فوقك بشكل خفيف سالب 2، ماشي؟ بما انها ذرة واحدة باجي بحط سالب 2 بضربها في واحد، لأنها ذرة واحدة، زائد، طبعا هاي أخذتوها في الثانوية، زائد الكبر مجهول الشحنة بعمل كم ذرة؟ 2، إذا 2 إكس اللي هي 2 سين مثلا زي كنتوا تستخدموها يساوي كل المركب شحنته صفر، المرفوع للقوة صفر، طبعا هاي 2 انا حطيتها اللي هي سالب 2 للاكسجين، 2 بيساوي 1 بسالب 2 سالب 2 زائد 2 اكس يساوي صفر، بنقول 2 على الجهة الثانية بصير 2 اكس يساوي 2، بقسم على 2 بقسم على 2 ومنه الاكس يساوي موجب 1 اللي هي شحنة الكبر. باجي بحكي اسم المركب كبر، بعمل باليوناني 2، طبعا الارقام اليونانيه لازم اكون حافظها، كبر 2 اوكسايد، هلاقي ان الجواب حيكون اسف اكس تساوي موجب 1 اذا 1، هلاقي ان الجواب حيكون كبر 1 اوكسايد. إذا كمان مرة برجع للأكسجين اللي هي الذرة على اليمين اللي أنا بكون عارفها، ماشي، عارف شحنتها، من خلالها بحسب شحنة التكافؤ للكبر.
كمان مركب ان شاء الله عشان نطبق الفكره، او خلينا قدام ان شاء الله في مجموعه من الامثله. اذا باختصار تسميه المركبات لازم ايش؟ اصنف المركب اذا كان ايوني اما بيكون ثابت الشحنه مجموعه اولى ثانيه ثالثه فلز زائد مجموعه خمسه سبعه لا فلز، الفلز كمان هو لا فلز اي دي اي، او بيكون عنصر انتقالي لازم احدد شحنته من خلال اللي جنبه. تمام، او مركب تساهمي عن طريق لا فلز زائد لا فلز مونو داي تراي تترا حسب اعداد الذرات، والذره الاولى اذا كانت واحده ما بنحط مونو. تمام، نيجي على موضوع كثير مهم، ايونيك كومباوند، المجموعات الايونيه. طبعا هي مجموعه من الايونات المركبات اكثر من ذرتين او ذرتين او اكثر، تحمل شحنه موجبه او سالبه، لازم احفظها الاسم والشحنه كالتالي. هيهم انا حاطهم بجدول، طبعا هاي انا حاطها غالبا اللي بتيجي في الامتحانات. يسال طالب انا بدي احفظها كلها؟ يا استاذ لازم تحفظها حتى تجاوب على اي سؤال. طبعا انا حاط خطوط على اكثر ما يرد في اسئله السنوات. ان اتش 4 بلس، يعني لازم احفظ انه الامونيوم ان اتش 4 بلس، الشحنه لازم مهمه جدا. ليش؟ لانه ممكن تجيني مع عنصر انتقالي انا لازم اكون حافظ شحنتها. بي بي موجب 2، هايبو كلورايت، كلورايت، كلوريت، بير كلوريت، هيدرونيوم الى اخره، منها كل هاي لازم اكون انا حافظها، الصيغه والاسم والشحنه كثير مهمه. الله بعينكم، كل يوم رددوها او تفرجوا عليها مده دقيقتين ثلاث، ان شاء الله باذن الله راح تحفظوها. انا حاطط لكم خطوط، اذا زلنا اذا الوقت ضاق عليك حاول احفظ تحتيهم خط، هم اكثر ما يردوا في الوزاره، اسف في اسئله الدكاتره. تمام، نيجي على جدول هون كثير مهم، يعني 90% بيجيبوا منه في اسئله سنوات. اذا جابني عنصر في المجموعه السابعه، طبعا المجموعه السابعه لازم نكون ايش؟ حافظينها، لان كثير راح يجي معنا، اللي اسمها الهالوجينات، فلور كلور بروم يود، فلور كلور بروم يود، وهي عباره عن لا فلزات اسمهم هالوجينات. طبعا كثير بيجيني سمي المركب الاتي، طبعا خلينا نحط الصيغه الاتيه، طبعا اكس عباره عن اختصار للعناصر المجموعه السابعه اللي هم عباره عن فلور كلور بروم يود. اكس او ممكن تكون الاو، طبعا دائما شحنتها سالب واحد، اما ممكن تكون واحد، ممكن اكس او 2 سالب، اكس او 3 سالب، اكس او 4 سالب، يعني اربع حالات، اما اكسجين واحده او ثنتين او ثلاث او اربعه، وبغير لي ذرات المجموعة السابعة فلور كلور بروم يود. تمام، طبعا كالتالي، دائما إذا كانت أكسجيني واحدة بسميها هايبو فلورايت كلورايت برومايت أيودايت، إذا كانت ثنتين بدون هايبو خلص مباشرة فلورايت كلورايت برومايت أيودايت، إذا كانت ثلاثة إيت بطل آيت إيت بدون أي إضافة فلوريت كلوريت بروميت أيوديت، إذا كانت أربعة بدي أضيف بير مع إيت، بير فلوريت، بير كلوريت، بير بروميت، بير أيوديت، وأنا وضعتها في جدول. طبعًا بالمناسبة هون عندي إيش خطأ، يفترض إنه هاي 2 وهاي 3 وهاي 4. تمام؟ لأني أنا ضفت هنا واحد، يفترض ما ضفتها، يعني هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة زيها زي اللي يمينها وشمالها، يعني جدول هذا كثير حفظ. اتوقع مع اعادتي هاي ما بده اي وقت، يعني دقيقتين ثلاثه بكون حافظه، 90% حيجيبوا عنه في اسئله السنوات في امتحانات الدكاتره. طبعا عندي ايش؟ هذا بيسالني طلع منه هذا جدول حفظ، طبعا مش حفظ، طبعا عباره عن تطبيق للي اخذناه، نيجي نطبق اللي اخذناه مو تمام، جدول الامام عباره عن تطبيق مو حفظ، عباره عن تطبيق اللي اخذناه. ليثيوم بما انه فلز، اذا تسمية الفلز مركب موجب، وانا عندي موجب وانا حافظ من الجدول تاع المركبات الايونية انه هي سالب مباشرة، اذا هي عبارة عن مركب ايوني فيه الفلز ليثيوم وفيه لا فلز، عبارة عن مجموعة ايونية زي ما اتفقنا. اذا مباشرة ابدأ بالفلز ليثيوم نايتريت. طب يا استاذ انت من وين جبت نايتريت؟ بحكي لك ان هي موجودة عندي في الجدول، هي النايتريت بدي اكون حافظها مع شحنتها سالب، بما انه موجب سالب المركب اذا مركب ايوني. نجي على بعديها بي اي، بيريليوم مجموعة ثانية، إذا عبارة عن فلز. NO2 طبعا بدي أحفظ إنه NO3 نايتريت بالA، دائما الأعلى عدد ذرات بيكون بالA، أما الأقل من نفس الصيغة طبعا بتكون I، إذا ها بيريليوم نايترايت، شوف بيريليوم نايترايت أيضا هي مكتوبة هون.
NO2 minus nitrite. طبعا بالمناسبة كمان ها SO3 minus 2 sulfite, SO4 minus 2 sulfate. دائما عدد الذرات أكثر إذا بيكون A8, أما أقل ايت. نفس الشيء هون عندي فوسفيت فوسفايت BO4 فوسفيت BO4 BO3 فوسفايت وهكذا. إن هاي من باب التسهيل للحفظ. نجي على الأمثلة طبعا مش حمية عليهم كلهم بشكل سريع. عندي KClO هاي الصيغة اللي حكينا عنها اللي عبارة عن XO سالب صح زي ما اتفقنا. بما انه اكسجيني واحدة اتفقنا انه عبارة عن هايبو مع ايت. اذا بوتاسيوم هايبو كلورايت, بوتاسيوم هايبو كلورايت. شايفين ما اسهل التسميع؟ بما اني حافظ حفظ خفيف وفاهم فيهم ان شاء الله اموري بتعدي واموري تمام التمام. نجي على المركب اللي هون. بشوفوا طالب كثير كبير عبارة عن مجموعتين ايونيات بسيطة, واحدة موجب واحدة سالب. اتفقنا انه NH4 اول مجموعة عبارة عن موجب امونيوم SO4 سولفايت, اذا امونيوم سولفيت اسف SO4 سولفيت, اما SO3 سولفايت امونيوم سولفيت. نيجي على B2O3. طبعا البي بورون مجموعة ثالثة, لكن اول العنصر الوحيد في المجموعة الثالثة اللي بيكون لا فلزي. اذا هاي عبارة عن سالب مع سالب, اذا مركب تساهمي. بحكي داي بورون تراي اوكسايد, داي بورون تراي اوكسايد. التسمية كثير بسيطة كثير سهلة ان شاء الله اذا كنا حافظين. ان شاء الله باذن الله امورنا بتكون عال العال. هون بيجينا الحالة الثالثة اللي حكينا عنها اللي تسمية الحموض والقواعد. طبعا اذا كنا حافظين قبل راح نسمي حموض وقواعد بشكل كثير بسيط. طبعا عندي الهيدرو بس هنا كمثال الهيدروجين HCl يسمى هيدروجين كلورايد, او اسم اخر هيدروجين مونو كلورايد. اذا له اكثر من اسم. برضو اذا كان في الحالة في حالة الاذابة ديسولف بكون حمض طبعا هيدرو كلوريك اسيد. ايوه طب كيف حولنا الصيغه هاي؟ بقول لي كالتالي, اذا انتهى الشق الايمن المجموعه الايونيه ب 8 هسه قرانا واحنا نقرا معظمه 8 او ايت. اذا كان 8 بستبدله باك. اتفرجوا انتم. نيجي على اللي اخذناها قبل شوي سي ال او 3 باجي لحالها بنسى انه في عندي اتش, بنسى انه عندي اتش. اتفقنا انه سي ال او 3 بنسميها كلوريت 4 بير كلوريت 2 من باب المراجعة كلورايت 1 هايبو كلورايت. إذا بما إنه 3 كلوريت إذا انتهى ب 8 بستبدله إك. إذا شو بصير اسمها؟ كلوريك أسيد. كان اسمها كلوريت بشيل 8 بحط إك, بحط كلمة أسيد حتى أدل على إنه عبارة عن حمض كلوريك أسيد. نجي على اللي بعديها CO3. نرجع الجدول الدوري حنلاقي انه ال CO3 اسمها كربونيت. كربونيت بما انه انها انتهت ب 8 اذا بدي استبدل 8 واحط مكانها زي ما اتفقنا اك. اذا بصير اسمها كربونيك بدل كربونيت كربونيك اسيد. كربونيك اسيد. نيجي على HNO3. NO3 زي ما تعلمنا اسمها نايتريت بما انه اجاها اتش اذا صارت حمض. بشيل ال 8 وبحط مكانها اك بصير اسمها نايتريك اسيد. نايتريك اسيد. الموضوع كثير بسيط. كمان مثال. نيجي لكمان مثال HClO. بنسى انه فيها هيدروجين بحكي ايش ال CLO. زي ما اتفقنا اذا هنا ذرة اكسجين واحدة اذا هايبو وايت, هايبو كلورايت. اذا انتهى بايت زي ما اتفقنا هون, اذا انتهى بايت لازم او يو اس بصير اسمه هايدرو هايبوكلوروس اسيد. هايبوكلوروس اسيد لو كان 2 يكون اسمه كلوروس اسيد. اي او 2 بنسى الاتش بحكي ايش الاي او 2 اللي هي عبارة عن ايش؟ ايو دايت بدون هايبو طبعا 2 بدون هايبو. بما انه معاها اتش اذا عبارة عن حمض. اذا بما انها انتهت باي تي اي ايت اذا او يو اس ايودوس اسيد اتش اف او هايبو فلوروس اسيد.
إذا ذرة أكسجين واحدة أو ثنتين انتهت بـ I T E اسمها العادي، إذا معها حمض H، الـ H دلالة على الحمض زي ما راح تاخذ إن شاء الله بالشابتر الرابع. بشيل A T E، بشيل I T E بضيف O U S، وإذا ثلاث ذرات أكسجين أو أربع ذرات طبعا أو أي مركب آخر ينتهي بـ A T E بشيل A T E بضيف A C I C إك، وتقرأ إك. Naming compound، تسمية القواعد. طبعا الدلالة زي ما الدلالة على الحمض الـ H بلس، الدلالة على القاعدة O H ماينس، اسمها الهيدروكسيد زي ما هي، أو الهيدروكسيد زي ما موجودة في جدول المجموعات الأيونية المطالبين بحفظها. بكل بساطة عندي ذرة صوديوم او OH عبارة عن مركب أيوني أو مركب فلزي، صوديوم هيدروكسيد، ألمنيوم ألمنيوم هيدروكسيد، طبعا ما في أي علاقة في المركبات الأيونية بالرقم إطلاقا، لكن ما ندقق على الرقم إلا إذا كان مركب أو فلز، إلا إذا كان فلز انتقالي. مغنيسيوم هيدروكسيد، نيجي هون على مثال على فلز انتقالي، الـ OH لازم يكون حافظ شحنتها سالب واحد، باجي بضرب OH اثنين بسالب واحد سالب اثنين، إذا منطقيا الحديد لازم تكون موجب اثنين. نيجي نحسبها بشكل بسيط لأي طالب ما يعرفها، اثنين ضرب سالب واحد زائد زي ما اتفقنا اللي هي اكس، اكس ضرب واحد ويساوي صفر، طبعا المركب كله مرفوع للقوة صفر، اثنين بسالب واحد سالب اثنين زائد اكس يساوي صفر، إذا اكس يساوي موجب اثنين، ومن خلاله بعرف انه شحنة الحديد اثنين، فبحكي ايرون 2 باليوناني هيدروكسيد، وكذلك الزنك عناصر انتقالية مع الاو اتش يجب تحديد شحنة العنصر الانتقالي. تمام، حتى نوحد افكارنا نيجي بكل بساطة ان شاء الله نحاول نحل الورقة هاي كثير بسيطة مباشرة. باجي بسأل حالي شو نوع المركب، اذا حددت المركب انه فلزي او ايوني لازم احكي انه الفلز كما هو ولا فلز بتبيعه بي اي دي اي بوتاسيوم كلور، طبعا في البدايه لازم اكون حافظ اسماء العناصر، اذا مش حافظ فمصيبه، يفترض اني حافظ اسماء العناصر بما اني طالب داخل على الجامعه سواء مهندس او طالب علوم او طالب طب. بوتاسيوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد سي اي او، فلز موجب ولا فلز سالب، مجموعه ثانيه ومجموعه سادسه. كالسيوم اوكسايد، كالسيوم اوكسايد بدون اي نظر للارقام. نيجي على الثالث المنيوم هيدروجين، مجموعه ثالثه طبعا فلز، والهيدروجين زي ما اتفقنا انه لا فلز، يعني تتبع تسميه المركب الفلزي. المنيوم هيدرايت، طبعا دائما الهيدروجين اذا كان ايون هيدرايت، ما بحكي هيدروجينايت، طبعا لا بدي اكون منطق في التسميه كمان، طبعا ما بيجيب لي اختبار املاء في الامتحان، قلما يجيب والله املاء الا اذا كان شيء اساسي اي تو اي زي ما اتفقنا. طبعا هاي مجموعة أيونية اسمها أسيتات، طبعا سالبة والكالسيوم موجب، إذا هذا عبارة عن مركب أيوني، كالسيوم والمجموعة الأيونية كما هي أسيتات، مش بروح أضيف لها أي دي إي، لا إذا كان فيها أي دي بخليها، لكن بنزلها زي ما هي. نيجي هون نفس الشيء، الصوديوم موجب، هاي كروميت أو آسف داي كروميت سالب، إذا صوديوم داي كروميت تنزل زي ما هي. نيجي بعديها Hg2ClO4 by 2، طبعا ايش اسمها زي ما اتفقنا بما انها اربعة اذا بير مع ايه، اذا بير كلوريت، بير كلوريت طبعا شحنتها دائما سالب سالب واحد، اثنين بسالب واحد سالب اثنين، بحكي اثنين ضرب سالب واحد لك البير كلوريت طبعا زائد ال Hg، ال Hg اذا كان حامل اثنين اصلا تكون شحنتها دائما موجب واحد معروفة، اثنين ضرب اكس، اثنين اكس ويساوي كلياته صفر، سالب اثنين زائد اثنين اكس يساوي صفر، طبعا اثنين اكس يساوي اثنين، اذا اكس تساوي واحد، اذا من خلال بعرف انه الاتش جي شحنتها واحد، فبحكي ميركوري 1 بير كلوريت، نزلت زي ما هي لكن حسبت شحنة الميركوري من خلال البير كلوريت انها سالب واحد. جميع سي ال او 4 او 1 او 3 او 2 او 1 حكينا زي ما اتفقنا ان شحنتها سالب واحد، لكن يختلف الهالوجين. الاف اي سي ان، طبعا السي ان سيانايد شحنته سالب واحد من جدول لازم اكون حافظه، 2 بسالب 1 سالب 2، اذا منطقيا لازم يكون الايرون 2، يعني ايرون 2 سيانايد، ايرون 2 سيانايد. طبعا في دكاتره بيحكوا للطلاب
في الروك أو في الروس. طبعا إذا كانت 2 في الروس، إذا كانت 3 في الريك. طبعا ما يعني هاي برضو كمان صحيح، يعني لها أكثر من تسمية. إذا نيجي على التسمية التساهمية N2O5، بما إنها ذرتين نيتروجين بحكي داي نيتروجين بنتا أوكسايد. شايفين التسمية التساهمية ليش؟ لأنه سالب وسالب، داي نيتروجين بنتا أوكسايد. ها مركب الكبر مركب انتقالي، لازم حد يحطه من خلال جنبه سي ان هي سي نايتروجين وانت سالب واحد، بالتالي لازم الكبر يكون موجب واحد، لانه سالب واحد موجب واحد صفر، كل مركب صفر. بحكي كبر 1 ساينايت. التسميه كثير بسيطه كثير سهله، حاولت ابسطها قدر امكاني. بعيد بكرر ان شاء الله بامكانكم التواصل على جروب جيونيت، حتلاقوا فيه ان شاء الله مين يساعدكم بالاضافه لجروباتكم الجامعيه. طبعا رقمي موجود على بين كل صفحة وصفحة وعلى نهاية الغلاف أو على صفحة الشخصية. راسلوني لأي استفسار. شكرا لكم، معكم سميح أميرة.